اختار السلاطين بنو مارين هذا المكان لتشييد هذا القصر لأنه يطل على كل مدينة تلمسان. وحتى بعد استرجاع ملوك بنو زيان لتلمسان عام 1359 استعمله السلطان الزياني أبو حمّ موسى الثاني ومن تبعه كقصر لهم لفصل الصيف. معكم خيسي محمد عبد الصمد، مرشد سياحي بمدينة تلمسان وكذلك صانع محتوى في جانب التاريخ وخاصة تاريخ مدينة تلمسان. قصر السلطان بمدينة تلمسان بني بسنوات فقط بعد مسجد العباد في فترة السلطان الماريني أبو الحسن علي في القرن الرابع عشر، وكان قصر السلطان مخصصا لفصل الصيف، فهو يتميز ببيوته التي تكون ضيقة وطويلة على شكل دهاليز لتمنحه تهوية جيدة، فحتى لما تكون درجة الحرارة عالية في الخارج تبقى هذه البيوت تتميز بالبرودة. اختار السلاطين بنو مارين هذا المكان لتشييد هذا القصر لأنه يطل على كل مدينة تلمسان. وحتى بعد استرجاع ملوك بنو زيان لتلمسان عام 1359 استعمله السلطان الزياني أبو حمّ موسى الثاني ومن تبعه كقصر لهم لفصل الصيف. ومع الفترة العثمانية وقبل دخول الجيش الفرنسي هجر هذا القصر فتداعت أغلب بيوته وأغلب أركانه وحتى تقريبا كل الزخرفات الموجودة فيه إلا بعض الأجزاء البسيطة جدا. وبالحديث عن الهندسة والزخرفة فهو يشبه في معماره جميع القصور في تلمسان ولعل أشهرها قصر المشور الكبير، فنرى الأقواس ونرى أنه يتميز بوجود نافورة في الوسط. وبالنسبة للزخارف فهي كما قلنا زخارف نباتية وهندسية وكذلك الخط العربي الحاضر بقوة وفيه بعض الآيات والشعر وكذلك بعض العبارات التي كان يستعملها بنو مارين ثم بنو زيان من بعدهم. أما الآن فقصر السلطان يشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح على مستوى الوطن وكذلك السياح الأجانب لكي يروا عبق التاريخ وأثر من القرن الرابع عشر لازال حاضرا في قرننا الواحد والعشرين هنا بمدينة تلمسان.